ايه اللي هيحصل لو نتيجة للصراعات اللي بتحصل في أوكرانيا قامت حرب نووية ما بين روسيا والولايات المتحدة. بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا سنة 1947، علماء الفيزياء النووية اللي كانوا شغالين على مشروع مانهاتن نتيجة للدمار والخراب اللي شافوه بعد ما اترمت القنبلتين على هيروشيما وناجازاكي، عملوا ساعة تخيلية يحسبوا بيها الوقت المتبقي على نهاية العالم وسموها ساعة يوم القيامة. في الساعة دي بيتوقعوا إن نهاية العالم هتحصل لما العقارب توصل لمنتصف الليل أو للساعة 12. والغريب في الساعة اللي تخيلوها دي إن الوقت ما كانش بيمشي وتيرة ثابتة، ممكن يمشي أسرع، ممكن يمشي أبطأ، ممكن يمشي لقدام، وممكن كمان يمشي لورا على حسب المخاطر المحتملة اللي بتهدد بقاء الجنس البشري. على سبيل المثال الحروب النووية وتغير المناخ وحدوث كارثة طبيعية ضخمة ما نقدرش إن احنا نتعامل معاها. أول ما اتعملت الساعة دي كانت مظبوطة بشكل افتراضي على 7 دقايق قبل الساعة 12 أو قبل نهاية العالم، وبعد كده بدأت إنها تتغير كل شوية، تقل لو لقوا إنه في مخاطر محتملة بتهدد الإنسان، وبتزيد لو الدنيا كانت حلوة وما كانش فيها مخاطر بتهدد وجود الإنسان. على سبيل المثال سنة 1949 الساعة دي قلت ل3 دقايق أول ما روسيا أعلنت اختبار قنبلتها الذرية، وفي سنة 1953 ال3 دقايق دول قلوا لدقيقتين بمجرد إعلان أمريكا لاختبار قنبلتها الهيدروجينية، لكنها رجعت زادت تاني ل 12 دقيقة سنة 1993 أول ما أمريكا وروسيا عملوا اتفاقية إنهم يقللوا من تجاربهم النووية. وفضلت بالطريقة دي شوية تتقدم وشوية تتأخر لحد ما أصبحت في الوقت الحالي على بعد 100 ثانية فقط من الساعة 12 أو من نهاية العالم، وده كان أقرب وقت للنهاية من أي فترة مرت قبل كده من وقت ما عملوا الساعة. وإن كان تغير المناخ والكوارث الطبيعية عوامل بتأثر في حركة عقارب الساعة، فنصيب الأسد للتغيير دايما كان القنابل النووية. العالم موجود فيه حاليا حوالي 15,000 رأس نووية، 13,000 منهم موجودين مع روسيا وأمريكا لوحدهم، وطبعا كان عدد الرؤوس النووية أكبر من كده بكتير جدا، لكن نتيجة للاتفاقيات اللي حصلت الأعداد دي فضلت تقل لحد ما وصلت للأعداد اللي احنا قلناها. بس حتى وإن كان الكم قل فالكيف زاد. على سبيل المثال قنبلة كاسل برافو اللي موجودة مع أمريكا بتعادل 1000 قنبلة نووية من اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي، وقنبلة القيصر اللي موجودة مع روسيا بتعادل 3000 قنبلة من اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي، ودي قنبلة واحدة من 7000 قنبلة موجودين في روسيا. عشان كده فكرة قيام حرب نووية هتخلينا نقفل الكوكب بتاعنا ونرش وراه مية، ده يعني لقينا المية اللي احنا نرشها. قنبلة زي القيصر اللي موجودة مع روسيا لو اترمت على واشنطن هتساويها بالأرض، أي حاجة موجودة في مساحة دايرة نصف قطرها 4.5 كيلو متر هتتبخر، هتدوب من الحرارة، وأي إنسان أو حيوان موجودين في مساحة دايرة نصف قطرها 60 كيلو متر هيعاني حروق من الدرجة الثالثة اللي الجلد بيدوب فيها، ده طبعا غير الإشعاع اللي هيسويك من جوه قبل من بره، والمباني والمنشآت اللي هتتدمر نتيجة للصدمة الانفجارية، وكل ده من قنبلة واحدة من بين 13,000 قنبلة موجودين مع الدولتين. حرب كاملة بين أمريكا وروسيا متوقع انها تخلص على 30 مليون شخص بمجرد تفجير الرؤوس النووية، و60 مليون شخص هيصابوا باصابات خطيرة في الغالب هتؤدي للوفاة، وده بس التأثير المباشر واللحظي لانفجار القنابل، ده غير بقى التأثير الغير مباشر واللي بيكون اشد خطورة على الكوكب كله. الحرائق الضخمة اللي هتسببها القنابل النووية هتملى الغلاف الجوي بالدخان الاسود او السخام اللي هيحجب مرور اشعة الشمس وهيقلل درجة حرارة الكوكب وهيدخل الارض في عصر جليدي مصغر متوقع ان هو يمتد لعشر سنوات. في الفترة دي درجة حرارة معظم المناطق على الكوكب هتكون تحت الصفر حتى في عز الصيف، وده طبعا هيخلي الجو غير صالح للزراعة وهيقلل الناتج الزراعي بما يعادل 90%، وده هيسبب مجاعات ما حصلتش قبل كده على الكوكب لبقية البشر اللي نجوا من عملية الانفجار، ده غير ان درجة الحرارة القليلة دي هتقلل من هطول المطر بنسبة 45%، وده كمان هيقلل من نسبة الماء المتاحة. فحرب زي دي نتائجها في الغالب هتقضي على الجنس البشري. وعايز اقولك ان حرب زي دي رغم ان نتائجها كارثية، لكن عشان كل دولة بتكون خايفة من التانية فحيز التنفيذ بتاع اطلاق القنابل النووية بيكون قليل جدا. في امريكا مثلا الموضوع ما بيحتاجش اكتر من 15 دقيقة من وقت ما الرئيس الامريكي بيقرر اطلاق القنابل النووية مرورا بمراجعة مستشاريه لحد اصدار الاوامر بالاطلاق وانطلاق اول صاروخ نووي، لكن على الجانب الروسي الموضوع اسهل من كده بكتير، مجرد قرار بيصدر من الرئيس وبيتنفذ في ثواني معدودة. وصورة الاطلاق دي كانت هتتسبب في كارثة نووية سنة 1983 لما ضابط روسي اسمه ستانسلاف بتروف تلقى انذار بهجوم نووي امريكي، واللحظة شك ان الانذار ده كاذب وقرر ما يبلغش بيه، ولحسن حظ العالم انه ما بلغش، ولحسن حظه هو ان الانذار فعلا طلع كاذب. لكن في الوقت الحالي ومن ساعة اعلان روسيا الحرب على اوكرانيا والعالم كله مضطرب،
يا ترى الوضع هيوصل لإيه؟ لكن الشيء المطمئن حتى الآن إنه ما تمش تغيير عقارب ساعة يوم القيامة، بس هل يا ترى هيتم تغييرها قريب؟ ولا الخوف من كوارث الحرب النووية هيخلي العالم كله يقف على الحياد بدون ما يتدخل؟ يا ريت طبعا تقول لنا رأيك وتشاركنا بيه في الكومنتات. سلام.